اوكي شباب، قبل ما ابدا المقطع الاسطوري دوت، المقطع ما بين سونيك الاصفر وسونيك اللي هو الازرق المحترف والنوب، قبل ما ابدا المقطع لا تنسى تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، انزل حط لنا لايك واشترك في القناه لو انت مش مشترك، ويلا جاهز سونيك للسباق؟ جاهز؟ ايوه جاهز يا عم جاهز. يلا 3 2 1 جو. حطوا لنا شباب احلى لايك واشتركوا في القناه واستمتعوا. في يوم من الايام بنتسابق كالعاده انا وسونيك الازرق اليوم من العادي، واحنا بنتسابق من 12 سنه واول مره تحصل انه سونيك الازرق يتنمر عليا بسبب سرعتي البطيئه ويضربني دايما وكده، دي حصلتش غير في الايام اللي فاتت ديت، واحنا بنتسابق عادي وبنلعب مع بعض رجلي تلو التحتيه، من بعديها عرفت ان سونيك لا هيفضل يتنمر عليا ويضحك عليا طول عمره. لا رجلي الحقني يا سونيك ايه اللي حصل لك الحقني ايه؟ رجلي كل ده بسبب سونيك الازرق هو اللي عمل فيا كده، هو عشان محترف. رجلي انت يا ابني ايه وي يا سونيك يا اسطى مالك يا عم؟ شفت اللي حصل لرجلي يا اسطى واحنا بنتسابق؟ وقعت اهو يا عم، اهو اعمل ايه دلوقتي بقى؟ طب ماشي يا عم تعالى يلا بقى خلينا نسابق تاني. لا مش سابق تاني، انا خلاص رجلي اتكسرت يا عم. هتخف لما هتخف، لما تجري هتخف اكتر يا عم. يا عم ما تخافش انت، بس تعالى اتسابق ورجلك انت رجلك هتخف مع الجري، فاهم يا عم؟ هتخف ازاي مع الجري يا عم؟ وانا عشان نوب يا عم وانت محترف، انت سونيك ازرق انا اصفر، لاني مش هقدر اجري تاني يا عم. يا عم بقى عاوزين نرجع نتسابق زي زمان بقى يا اخي، لازم والله لازم بص نرجع. بص سرعتي مش قادر مش قادر. بص انت كده عادي اجري انت كده. وي يا ابن السريع انت يا عم. بص انت مع الوقت كده قدراتها ترجع لك وهتبقى سريع، صدقني ده هيحصل. يعني انا مع الوقت كده يعني هرجع زي الاول؟ والله مع الوقت، بس انت لازم تواظب وتشتغل وكده وان شاء الله هتبقى زي الاول واحسن كمان. طيب اروح اتمرن بقى، اروح اتمرن. يلا ماشي اتمرن وبكره نتسابق حتى لو انت بطيء. عادي يعني ان شاء الله مع الوقت هتتطور. يلا سونيك بقى اسرع مني، يا اخي ليه وانا عشان نوب هو محترف؟ طب ليه؟ طيب وانا عملتش غلط اصلا، هو كان بيتسابق معايا بس هو رجله ما اتكسرتش. وانت يا فرخه اوعي من على السرير بقى، عايز انام. انت هبل مش هتسابق معايا ولا ايه؟ ولا هتفضل كده بطيء لحد ما تموت ولا ايه؟ وضعك انت. انا يا عم عايز افضل بطيء لحد ما اموت، انت ابعد عني بقى عشان ده كله بسببك، بسبب اني اتسابقت معاك، بسببك اتكسرت. يلا بطيء يا اخي. طب ارجع تسابق، ولا انت خايف ولا ايه؟ خلاص ما بقتش سريع زي زمان. يا والله شغلك بقتش سريع. انا ماشي يا عم بعيد عنك يا عم، انت تسابق لوحدك، الطريق قدامك هناك اهو وتسابق. يلا يا عم روح، انا اما اروح اشوف مع نفسي، انا اشوف لي دكتور يكون كويس يظبط لي بقى رجلي ديت، لاني بجد عايز ارجع زي زمان. امشي بقى بعيد عني يا سونيك. بص سرعتي الجميله. يا ربي لازم الاقي لي حل للموضوع ده. انا بص انا عندي فكره حلوه قوي، انا لازم الاقي لي ساحر او اي حاجه ليها علاقه بالسحر، او دكتور يكون كويس من امريكا الشماليه الجنوبيه الفخاديه او اي حد كده ولا للعنصريه، فلازم نجيب اي حد يكون محترم يعمل لي رجلي، لان رجلي بص رجلي اليمين اتكسرت. والله العظيم انا زعلان جدا، انا لازم اروح الاقي حل، لازم الاقي حل للموضوع ده. ليه؟ لاني عايز ارجع للسباقات اللي هي بتكسبني فلوس، لان كده مش عارف اكل الكلب ابوسي، لازم اجيب. يا الله لازم اسرع بقى واجيب سباقات، حتى مش حاسس ان انا كائن غريب كده، حاسس ان انا سلحفه بالمشي اللي انا بمشيه، سلحفه كده. يا رجلي انا تعالى ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ تعالى انا جيت اهو، بس مين اللي بيتكلم؟ فينك؟ قرب ايه ده؟ انت ليه معادك جوه يا حاج؟ ولا انا ست احن مؤاخذه على ستي. طب انا رجلي عماله توجعني والله، ومعايا فلوس كتير بس نفسي اصلحها، نفسي اجري زي زمان، نفسي ابقى سونيك السريع اللي بيجري كده. بس ده يتطلب منك حاجات كتيره جدا. ايه الحاجات الكتيره دي؟ انا موافق على اي حاجه هتقولي لي عليها.
يعني انت هتكون راجل وهتجيب لي كل الحاجات اللي هطلبها منك؟ ايوه هكون راجل واي حاجة هتطلبها مني هتكون عندك. بص، اول حاجة انا عاوزة رجل فرخة محروقة ومنكير مسلوق وبطة مبتوقة وتوتة مسلوقة وورك فرخة مشلوق، ماشي؟ حم. طب بص، انا اول حاجه اجيبها لك الفرخه، رجلي فرخه مقطوعه اللي حاطه منكير، ماشي؟ راح اجيبها وايه بس. طيب طب هترجعي لي متاكده ولا انت بتقولي كده وتديني بوشن زبيد وخلاص؟ لا هظبطها لك. طيب حاضر، انا هشوف موضوع التظبيط دوت عشان الصراحه شاكك فيك. ماشي، انا عايز اجيب لها سحليه ما تكون محروقه. يا قالت ايه يا رب نسيت، انا هجيب لها اي حاجه خلاص، هجيب لها فرخه تكون حاطه منكير. انت حاطه منكير، خدي يا فرخه حاطه منكير، خدي. يا ماما يا حاجه، يا وليه انت يا وليه. نعم، بصي جبت لك الفرخه اهي، بس ما لقيتش غيرها. والله ما لاقي غيرها، المشكله مش لاقي البورس الجعان انا. لا مش هينفع امشي. ليه اللي مش هينفع امشي؟ بالله عليكي، بس والله العظيم نفسي ارجع زي زمان. طيب انت ابنك ما بيتفرجش على سونيك؟ اسال ابنك هتلاقيه بيتفرج على سونيك. بس الصراحة عشان ابني بيحبك، بس عشان كده انا هساعدك. ماشي ماشي، يا ريت والله يا ريت. ماشي، انت عاوز ايه دلوقتي؟ انا عاوز السرعة اللي كانت 20 اللي انا كنت بجري اسابق سونيك الاصلي. خد دي واشربها مرتين والحصى مرتين وخلاص هترجع سرعتك زي ما هي. والله متأكدة؟ امشي بقى من وشي عشان مش ماشي نصر. ماشي لاحظت واحدة. ايه ده اللي بيحصل لي؟ واخيرا الشعور اللي جوايا ده، انا حاسس اني رجعت زي ما كنت. ايوه واخيرا كده ارجع السباق مع سونيك وهلعب على 20 جنيه. هو القمار حرام ومحدش يجرب القمار، بس انا بلعب عشان اكل العيال بقى. معلش يا جدعان، وده كله تمثيل، بس انا عايز اوري سونيك دوت اللي انا قد التحدي الاسطوري، وهخسرك يا سونيك الاصلي. سونيك الاصلي خد يا سونيك، تعال. وي 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 سونيك. ايه ده؟ نعم. ايه اللي حصل؟ بقيت اسرع منك دلوقتي، والله بقيت اسرع منك بكتير. شوف انت عملت ايه. طيب انت عملت ايه؟ لا، قابلت كده واحده جربانه اسمها الحاجه، رحت رايح عامل عندها شويه كحك وبسكويت كده واديتهم لها، وابنها طلع بيحبني ورجعت لي. طب ما تدينا عنوانها كده اروح لها كده اسلم عليها. لا يلا، تلعب على كام؟ مش عاوز العب دلوقتي. لا هتلعب معايا يا حبيبي، وانا عشان دلوقتي بقيت المحترف وانت النوب، وانا عشان بقيت ماشي. عاوز تعالى والله سبك وقت لك. تعالى يلا هنا، تعالى تحت يا حبيبي، تعالى يلا. مش هنلعب على فلوس بس، هنلعب على 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 اسمه ايه ده، على حليب. ماشي تعالى نلعب على حليب بقره مش خروف. مش هاخد انا حليب خروف، مش كل مره تدولي. ماشي يلا. ماشي جاهز يا سونيك؟ جاهز. ليتس جو. ايوه السرعه دي يلا يلا يخرب بيتك. لا ما بالك بقى لو دوست سبيد اكتر. شوف انا كده بطيء شويه. بص الله يخرب بيته. خلينا نهرب، خلينا ندخل. خد مفيش هروب. خد، انا سمعتك الواد راح فين. خد هات اللبن. هات يا عم. لازم؟ لا انا عايز اللبن. طب بكره ماشي. لا مفيش حاجه اسمها بكره يا عم، دلوقتي بقيت سريع، انا عايز اشرب لبن. هات. خد يا عم، خلاص خد يا عم، انا مروح بيتي يا عبد سلام. روح. وي وي يا واخيرا انا بقيت سونيك السريع. اجري يا سونيك. وي خد يا سونيك، خد داخل بيت جيراني ليه يا سونيك حاسب. نعم. وي. امشي بقى، ما تكلمنيش تاني، مش عايز اسمع صوتك يا اخي. تعال مورف خباك، جيراني هتاكلك والله. تقدرش اوريك. بص وي، شوف يا لبيت اسرع منه ازاي. يا دلوقتي الاسطوره وهو النوب. وي شوف يا جدعان الحركه الاسطوريه دي. واو 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 واو
اوكي وبس شوينا كرسة الفيلم. اتمنى اتمنى يكون الفيلم ده عجبكم، ازعمنا باحلى لايك وشير وسبسكرايب. طبعا كان معاكم ام كامل ومعاكم مهند. طبعا اتمنى توصلوا المقطع ده اكبر عدد لايكات، وضيفوني انستجرام ظاهر قدامكم على الشاشه اهوت، ضيفوني عايزين نوصل 5000. وبس عايز تقول كلمه مهند لمتابعينا مهند قبل ما نقفل نص المقطع ده؟ كام لايك؟ 30000 لايك. 40000 لايك يا حبيبي هيوصلوها. وتشوف يا يبقى كده بقى 100000 لايك يا حبيبي. 100000 لايك نقدر يا احلى. وبس سا 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 سلام. 100 مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. 100 مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. 100 مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. 100 مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. كلنا واحد مفيش فرق بين غني وفقير، مفيش فينا طبع طمع، كل شخص فينا كريم. بنكبر سوا بالرحب بأي حد جديد، ايدنا في ايد بعض مش بنيجي على الغريب. بشوف الفرحة في عينكو بفرح وسطكو، انا بكبر الدنيا معاكو بتبقى احلى اكتر. مع بعض هنوصل للمليون على قد ما نقدر، عشان تعبنا ده بيتقدر. جوايا حنان كبير زي جراني، صغير وكيوت ومدور اسمي ماريت. ربك مديني القبول عشان عليكو سانيت. جيش الميك مليون في ظهري ثابت، موجودين في اي وقت سواء شتاء او صيف. رغم التعب برضو لسه بنستقبل الدب، بنعمل دربك عشان نصنع الويف. الفرحة في الدم ادمان توصل لو في الريف. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغر عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغر عشان كده خاطف القلوب. 100 مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون.